للتعليق على الموضوع يضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول الناطق الرسمي باسم هيئه علماء المسلمين في العراق الدكتور يحيى طاي. اهلا بكم دكتور الى هذه الجوله الاخباريه. يعني ورد في بيان الهيئه ان مرجعيه النجف تراجعت بشكل صريح عن مبدا الزاميه الانتخابات ووجوبها، برايك ما خلفيه واسباب هذا التراجع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اخي الكريم، يعني الكل يعلم بانه عمليه الالزام التي اخذت بها المرجعيه في السابق كان لها يعني واقع على العمليه السياسيه واضفاء نوع من الشرعيه عليها، والنتيجه التي حصلت هذه. يعني في السابق كانت تقول بوجوب الالزام وبوجوب المشاركه، يعني وجوب وحرمه عدم الانتخاب، ورتبت على ذلك اثار فقهيه واثار كثيره، وصل الحد الى يعني انه اصبح البعض يروج بان من لا يذهب الى الانتخابات حتى زوجته تطلق منهم. هنا تطور الموقف، يعني الان بعد مرور هكذا سنوات، يعني اكثر من 15 عاما، والان ترى بانه ليس هناك الزام بالامر، وانما هو يعني خيار للمواطن وتريد من المواطن ان يشارك. هذا الامر نحن لم نقل بحرمه الوجوب ولا حرمه المسألة، أن العملية السياسية يجب أن ننظر لها بأنها هي جزء من مشروع الاحتلال وليس مشروعا منفصلا لبناء دولة. ونحن قلنا يعني هيئة علماء المسلمين والقوى المناهضة للاحتلال منذ عام 2003 إلى الآن بأن تركيبة العملية السياسية الموجودة وهذه القواعد لا يمكن أن تبني مشروعا وطنيا ناجعا ينفع العراق والعراقيين و يعني يسير بهم الى بر الامان، لان العمليه السياسيه التي افتوا يعني في السابق بوجوب الاشتراك في الانتخابات وغيرها هذه افراز ذاتها. نعم. تنزيق المجتمع العراقي، تحطيم البنى التحتيه، فساد مالي، فساد اداري، يعني كل السلبيات. العراق الان يعتبر من أسوأ البلدان التي يعيش فيها المواطن على مستوى العالم. فبالتالي هذه الافرازات بعد 15 عاما وياتي هكذا كلام، يعني حقيقه يعني اعتراف صريح بان الرؤيه السياسيه كانت ليس كما ينبغي. نعم، الهيئه قالت ان بيان مرجعيه نجف بشان الانتخابات هو اعتراف غير صحيح بان التعويل على الانتخابات ودعمها منذ البدايه لم يكن وفق بصيره سياسيه، هل هذا يعني ان مرجعيه النجف ايقنت حقيقه العمليه السياسيه؟ يعني في الحقيقة هناك يجب أن لا نغفل العامل الدولي والعامل الإقليمي وعملية التناغم. يعني الأمر يعني لماذا القوى المناهضة الاحتلال كانت عندها الرؤية واضحة وكثير من القوى كانت عندها رؤية واضحة، والمرجعية لم تقبل منها هذا الكلام، بل ذهبت إلى الاتجاه الآخر، إلى وجوب المشاركة بالعملية، إلى وجوب، وبالتالي كانت هذه الافرازات. اعتقد العوامل يعني عوامل كثيره دفعتها في ذلك الوقت لاتخاذ هذا الموقف، وايضا عوامل كثيره دفعتها الان، يعني الضغط الداخلي وغيره وغيره الذي جعلها لم تفسر حتى قولها، والمجرب لا يجرب وغيره من الاقوال التي تبنتها قبل ايام او قبل اسابيع. نعم، بيان الهيئه قال ان مواقف مرجعيه النجف تأتي في إطار التبرير والتسويف والبعد عن اقتراح الحلول لخروج العراقيين وإخراجهم من المحنة التي يعيشون فيها منذ 2003 وحتى الآن. يعني ما هو المطلوب اليوم لخروج العراقيين من الواقع الذي يعيشون فيه؟ يعني نحن نعتقد بأن كل مرجعية دينية عليها أن تضع الخطوط أو ترسم خارطة طريق للمواطنين للخروج من أزمة حقيقية ووضع حلول ناجعة وصحيحة. القوى المناهضة للاحتلال وهيئة علماء المسلمين منذ البداية بيّنت بأن الحلول الترقيعية لا يمكن أن تنجح وتكون ناجحة في إخراج العراق من محنته، لا بد من حل جذري. الحل الجذري يعني يكمن في بناء عملية سياسية على أساس المواطنة، على أساس الولاء للعراق، على أساس أن يكون العراق موحدا سماء وأرضا، أن يكون العراق لكل العراقيين بقطع النظر عن انتمائهم الطائفي والعرقي وبغض النظر عن أي اتجاه فكري. نعم. لكل مواطن، لكل متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون، والدولة تكون هي الضامن للحريات وضامن لكرامة الإنسان وحريته.
نعم الدكتور يحيى الطائي الناطق الرسمي سمهية علماء المسلمين في العراق، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.